فيك مسك تبع عليه عملت عليك انا مرتك تحب الكور انا زيرو انا دخل الكور اسمعني تحرس لي في التليفون ها هذا الكلام هذا كيفاش وصافي خلينا علي بي زين هذا هو يا رب العمل عليك فاخير جي 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 ايش نقول لك ايش نقول لك ايش نقول لك ما تقوليش بروحك من شويه تنقول لك تعدى نحي في سدك ادخل كانك في سدك المحيه هذا ليش فما تروح حطها في الجري توخير هذا مش معقول زاد مرة تعدى لك اثنين ثلاثة أربعة مش معقول هذا فهمني يا مهاد زوما كلهم حاجات مش معقولين مش وقت مش كل يوم وزيد زملاء تاعك يتشكاو من الكل مش قايمة بالكل الكل لازم تتفادى الحاجات هذيا كلها لا عاد كان على الخدمة سمح لك تعرفني أنا مواظبة خدمة ما فيهاش لعبة لازم في الخدمة تاعك ماكش مواظبة الكل مادام تجي مخر مادام ماكش مواظبة توخيرة نشوفوا له حل قطعة لازم تشوفوا له حل في أقرب وقت شو قاعدة هوني؟ تو ما عمري ها؟ تو ما عمري روعة قالت استنى أنا مريتهاش الطفلة ها مريتوهاش شو نعملوا لكم؟ نعمل لكم وحدة لهنا وطلع عليهم أي جاي بنتي تكلم على أوراقك فركة شامبوان في راسي بنحكي لك شامبوان بريمة زادة كان حاب يتفل يمكن خير علي شامل وبلاش تريت معه شعر يصول بالعمل شامل شخلك هلا كلش تالي أنا إينا كيف واحد يجي رتار هاو نقوله هاو جيبوه اللوطة هاو مشي صار في شكل هنا هاو عايت له ندرى شكون أنا نخطي على عبيتي كل أنا انتو هكا بالفتفودي مني شكون مشي أي شوف عن شكون اللي صب له الصب شوف كل مرة وانتوما هكاكا شعمل جديد نقول لك وقتاش نخطفوا روحنا مشو نعملوا كل تعريف بالنمضة في البلدين انت شوف وقتك وقتاش تبدأ ليبر ولا شو اسميك هيك لا نعملوا انت تبقى ماشي للبنكة باش ما العينين ما تكثرش تبديش عندك خرجة للبنكة قول لي ناخذ ساعة من عند سي محمد انا نعمل لك تليفون قبل اوكي صحيت نتفاهموا هكاكا ولا حتى في الدار كلمني ما يسالش باش نعمل هكاكا باش نوصيك عليه من البارح متفكرة الفلوس انا قبل كيف ربي ملك يجيني طويلة خبير ولا حاجة كيف باش نعمل يلزم عندنا هذاك في الكونت معروف وما نجبدو منه حتى فرنك حتى كش نعمل وحدنا نعمل الواحد نتاع البيتشي انا وياه صباح الخير صباح الخير ربي دبوزة مازال صباح الخير هلا فاروق صباح ربي دبوزة مازال شنو
طبعا لباس عزقو ايه ساي مع الروح مش بقي تعرف وانت هذا يا نعم اسكو دوري بالحوم يوم بعد يجي اخو يغرط ويخو جبن يمشي حس في الدب وليش عاملين دبونا ايش يموت شد الدب البارحة اشوفه ما عارف ايه شو نعملوا تو؟ شو تعمل تقبل الكل ولا يقبل الكل؟ يقبل الكل اخي يا فاروق واحد انا شنو هو؟ انا فاضل برشا كوش هو انت حانوت والناس تشري هو نهار في رمضان هكا فاروق تو وش بيك عارف ما تبغاش امشي عادي امشي كلم كوش يا اخي ترى تقرا العصير؟ يجي انا هو نهار في رمضان ونجم نقرا؟ لا بس نمشي انا نبي الميت النار قد تمشي نحط راسي ونرجع يا ماشيين انت نمشي انتم تفاهمنا مع ما تفاهمنا مع الاولاد احنا في الباس نتاعنا هي بروف دمات ورقت خلي بينا في ساعة مرة استعمل هنا ها استعمل هنا يوت ها فاسع مقرا ها يوت ايش بيه لقيت في الدرفة تعبت بيرح خمسة ونص دقيقة دخلتوا فرنسية ولا ما دخلتوش انا بحديك قاعدين يا ودي انا فرنسي خلينا ساعة مات الروح بتاعنا كما عملناش ضحكة راي تو نقراو في المات طب حداها غاديك هادي ماش نجم انا دخت وانا في رمضان ما قلتش خلاص خير والله خير من اللي فاتت الضحكه طايره برجلا واسد صباح الخير وعلى السلامه شنو احوالكم كل عام معاين بخير عايش زين زين شنو هي تو بديتوها من المرسى بدينا نقطفوا ما مشيتوش تقراو اليوم مشينا قرينا ساعه وروح انتم ما تمشيوش تقراو اول نهار من بعد ترجعوا يوم شوي هكا ساعة يخموا فيها هذا شيء وشوي شوي هكاك شنو هي بورتابل نتاع شكون هذا؟ ايه انا عملته هذا جديدة؟ جديدة عملت البرميزة عملت برميزة؟ ايه بالكم شيء انتم يعطيك الصحة شنو عديتوا عند بوك ولا عند شكون؟ عند بابا عاونك شي باش تاخذه نعم؟ عاونك شي باش تاخذه طيحني مرة الأولى اعطيني نعم بالماء صاف مش سخونة واحدة لا مش سخونة هذا جاب ربي والنهار محاكم ومخاخكم الراس ريتا هكيكا أصفر بركة يابس ولا مروض الأبيض ما تحبوش ما تحطلوش الأبيض كيري والتوى قليل بريك يا عمي ليش كبار ما نحبش كبار خف من هذي خف من هذي سبلة عربي بالي أيوه كوشينا سخونة وانتم لهنا تبتز امشي 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 عمل بريكا بالعظام وكل شيء وبريكا واحده ما غير شيء عملها كل واحد اعطينا سكينه بركه عطيتها سوقه بعد خليني نتعدى مش كلهم حقها معروفه ما هي مش المغرب هذه هي هو عايش انا تحب لي 3 4 ايام محسوب من رمضان باش نبدا نشد روحي ليه نهار وبرك نصاف حط لك طاجينه راسي فولك لط اما يا خويا الحاجه هذه في العباد انا ما نفهمش كل حاجه في بلاصتها اليوم اليوم الست تاع السيرفيس الثاني
السيد 9:40 متاع الصباح داخل لي عينيه هكا حتى مريضه لعينيه. صباح الخير وينك المعلم صباح كامل يطلب عليك وانا نهرز ونعلق ونهار كله وصل لهنا وهبط من هنا. خذيته عينه. انا خذيته عينه. قال لك حلفوا عليه الدار عنسانه. رياض. في زهرية رصت له السحور وهما كي 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 كاكا. رقيق اخويا هذا انا من من من. وكلش يخدم الصباح. المليك والمعنى الجار زعما شنو هو؟ ايوا ما تبني ليش محبة قوة على الليلة العزيزة اللي عديتها لنا البارح على كل قرش التحفون على كل خبز الكيكاتو اللي دخلتها لدارنا ما خبز الكيكاتو مهلكنا كان الشيء هذا مهلكنا كان الشيء هذا يا وليدي على الشيكش ما تعرف شنو هو مش غلبني اما اخويا الدخان نطفي فيه وجي انا تعرف السيجار الاولاني ليه ما يحب الواحد جمعه تو في رمضان باش يشد ريقله شبيك يا خير يا محمد شبيك والله هذه هي الحشمه لا شاعر الاقدار شبيك شلون لقليل فينا يا رب مالك ماشي معايا السيجار فاروق شنو المشكل شنو المشكل هذا المشكل ايش هالمود بالسياسه شخص لابوك يسمع لا اسمع كلام فيك انا ابوك من السيجار قدام يا محمد عاد شبيه وخوك بعد عام عرس باش تكيفت قدامه والله ما تكيفش قدامه وقتاش كيف قدامه وقتاش كيف قدامه شنو هي من بديت تصيب في شعرك هكا تعمل فيها هذا تنسيب شنو ما كيفش قدامي كان دوما لموا الطاولة ونصابت تحصل المعون وانا عايتوا لي خريط باش نعمل قهوة اكاها طم خرجينا السيرفيس من غاديكا نحي الكراسي نحي الكراسي مش على روحك هاي هاي طوى البنات يحصل معهم شو قولت ايه هذيك طوى هما يعملوا انت يجا طوى اغسل يديك وقعد ايه بيه تعمل شيء انا مطالة زيادة ليه مرعاش تلم حد شيء انت مرع كبيرة براحتي أني طيش اللي باش تطيش ايه حط لي معانا مصر ليه هذا الكل تنظمو انت لا ما شنو عندي اصلا عندي قرايب باش نقرا وكيف نقعد برشا هيا لم الكوجينة وعيط لي ماء نساعة نحكي معك ولك عين انت هو جيك رمضان بالسلاح انت جيك بالمعون وبالقضي كالعاده معناتها ما الله يغير لنا حالك اخترتها من فمي يعطيك الصحه يا نسار ها عايشه اختي شللهم المعون قبل وعملهم شويه امو صح شربتكم يا جماعه عطيت هذه البريكه والشربه اللي لي وجيت نشقى يا عمر يا عمر زيراك بليغ اليوم كالعاده كالعاده شو الجماعة عنها؟ عجبتك السياسة ولا ايه؟ هايلك هايلك يمديك صح هايلك يمديك. غدوة كالعادة. محي. ماشي شوية 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 تجري تفجر. طلع عندي قنفذ.